ايه رايك في القعده؟ ايه قعدت تحت؟ شايف الميه، مكان الميه عامل دوائر في الصخور ازاي، مخليها جميله ازاي، شايفها؟ وحطيت ايدي في الميه، الميه اللي ما بين الصخور عشان كده حطيت ايدي في الصخور. طلعنا كده بقى من عند الصخور، كانت متعة تانية كده خالص، وشفنا صراصير البحر، وشفنا صراصير البحر ما بين الصخور، وشفنا كابوريا كبيرة أوي المخلصة. في شغل تاني، انا بصي شكلها يبقى المكان خرافي بصراحه. بس كده شكلها لسه قدامها وقت. شايفه المنظر ده كده من هنا؟ بصي شايفه؟ شايفه المكان ده كده؟ هو يخرب بيتك. المكان من هنا تحفه، قربته لكم كده بس تحفه. طبعا بعد ما يتوضب بقى كمان من هنا هيبقى المكان تحفه بجد.
من هنا شوية ومن هنا شوية. تعالوا اوريكم الناحية التانية شوية. المكان تحفة، الجو كمان تحفة. هنا برضو في تأجير مراكب. ثلاث اتنين بخمسة جنيه يا باشا. خش على ده بيصيف معاكوا ده ولا ايه بقى؟ خلص يا ابني. أربعة ثلاثة.